السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرفة فتوش في مرسول وهذا ولا شيء فتوش ما أنتوا حربائنا ساكركوا صارتين كله عنقية رأي جاستيشن كله قلت لي والصومال النقطة وحربائنا إنيش قابك هو إذا قطعت عنقس عدونا وحيدا بوردي عدونا لكن محن يطول مريا سيدي أي قطعت فيديو وأنا تصدونا إن شاء الله سود وهذا عدد نقول سبتا سبسكرايب صار هذا ذر النور تشوكتيس أو سبسكرايب هنا سبسكرايب صار صحبت هذا الشير كره تشنارك كردي وحكا يعني عرك قريب إن شاء الله هدي لهم السلام عليكم عميشة نكو حرن فاتوش فاميلي أونلاين استور سور دوادة دهي قروح بضان ايا لغوها ايا ويكستا كسور دعا ما شاء الله كالاركو عجب قلين ايا ودقوريقا كو حرن كرتيد ما شاء الله دهات فردي هاد دهان لايد قولل دهي داس بانكوها اينا ان شاء الله سيدو كالاوحا ماشا ان كم مقنين سريرتا قو اياشي دي ميسك قدادة علابتي لغو شرحي ما شاء الله تلافن كرنق الصوع أما إسناب شات كيقول صدر سياق أوردر كاغا وسميسيتي. So واحد عادي مجالة أوهايو ستيت أوهايو أي واحد عادي واحد عادي أول هرة عنق مركا أركيني من أمور الصومالي أنا عنق مركا نيوسكو أركا I was like عنق مركا الصومالي مركا لي هويو بس كدب مركا الهلاي بالوغا هذي ما قعد على الشيء ذا أوكي أنا كم حارة إيك سماري وإجيم بمدوقي وعنا نقعد نقدر نص إكادي كله على أي تعال ما شال الصباح دي مركة هي 8:25 AM الله وحاي نقدر كابل فيري هي just 15 months old وهل سنة يصدق بلاد أوكي 15 months مقوله وهل سنة يصدق بلاد هدو صعد كبلاد أوكي سيدي دي يلو عطاك يشم ام حاجة ستيشن جي الله يو الله يلو انت اللي بعت سنة ديبكو كاقا مركي اهيت ساعة عدو سيدي دي لو عطاك يشم دقيقة واسي حال لبس ساعة الصبح نمو خريخريز ايه برفك ايه قروق بفير باي ما مداني جاس ستيشن صوم عشان قبر داني واق قبر يه لو عطاك جرواي اوكي وحانا مقعد لغوشة فاذمة محمد نورية كدي بالشيك اوكي مركي لهري كدي بالا قنصل عنق لهري جاس ستيشن بوي صوغش اوكي سيدا عكيسين جاس ستيشن كبركي صوغشي عبار بي كدح ورورك سنيسا عبار بي كدح جريسا مركي اي كدح جرتو وحا عاد عركيسا في ديوغا عيادو بحضي يعني انتي عنق مالي رساق وصواتي ايه كا لوب ديريس وي بحضي اوكي عنق يركه هواء ويبعنا بنانك أمو بحنا استجع الباب كي باب قب كنا كحرمان ما بقول زوج عارم كي حريص مرك الباب كب حضي كدي بوي معه كاميرا دي ماشي كحرنا يتبع على تصي أو بوليس كل سوسي واحد بنانك وبحر عنق أوي ده تسك شقارة صار ده وين أركني عرف عرفتي بابور بلا جد بهم بلا جد بيريالي وين 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 ونا عنق حاجة لو عرفت ربك كتوضدي حتى بابورك ما يبحر وين لو جينيس فكت حيتر ويعرف كي ويعرفت مركا عرفتي عنوغي وحالو وعي بوليسكي عنوغي والا قاضي عافماتكا لقيي اسبتال بالقيي عنوغي والا تشيقريي انو فيو يهي او فيعان يهي مركا العركينا والا حالو ديبي كوا المها قاطا الدون وحالو يوين وعي اوين يان يا المهن النوغة صاقبت او النوغة سوعرية oo ilmuhoodii baa laga qaatay ayagoo wixii lagu eedeeyay lagu eedeeyay tuna ayadii baaba intay ka tagtay baaba ayagii gacanta loo galiyay waa hal sano iyo 3 bilood 15 months only cunugaasi subaxdi markay tagtay booliiska si u raadinay waxa leer waxay soo heleen gabadhii la dhahay Faadumo Maxamed Nuuriye gabadhii la dhahay waa 20 jir cunugtu kulay waa cunug yar markii 20 jir lagu dhaabay picture kana meeshan sawirka ka arkay qof weyn maahan دلوات تجي واقف ويسمع حقان واقف دو قوي وقان قار لك ودن قال لبات تجي دلواعي واقف ير اوه ودن كدق انكي ولا قبسة تفتوش ان عاية تحال دي انا قف وين وحا اقان قف كلا عاتني شن سنة دعف اوكي كدب واقل مير اوكي ام سيدا اني لطا اوكي اوكي ارانو ايدي كروحة دي دونتين دينيا واقع انو قان قارت دم بكستن الله قرأي
hooyo way noqon kartaa laakiin waxaan taaganahay aqligeeda kuma filna waxaan ka wada saas waay markii la dhahay masuuliyad guur ilma la dhalaayo masuuliyad la qaadaayo la hadidaalayo xisaabtan qarac ee dantaada maxaa ku wanaagsan ilmahaaga maxaa u wanaagsan waxaan aaminsana anigu kulli idinkuna bal fikradiin 25 sano markay gabadhu dhaaftay inay arrinkaasi yaa xasiloonidu bilaabaysa inta kale waa gabar yar oo yaa wixii ay ku degdegto kulli da'da iyo caqliga weli dhammaystirmin okay labaatan jir guriya dhaqado maash ala khatar way jira waa run laakiin basically gabar iyo wiilba waxaan ka wadaa 20 jir uu yaryo okay caqligiisu ma dhammaystir yani muu caqli malaha ma laga wadaya muu weynaanin meesha laga rabay markaari so waxaa laga yaaba maanta gabar dheer 30 jir waxay samaynaysa gabar 30 jir maskaxda tamaam tahay inaysa samayn lahayn okay marka waxaa dhacday booliskii gabadhii bay raadiyay waa la raadiyay calaad xal waa soo heray goormeer soo heray 7:24 PM hamiinkii baa la soo heray fiiri 7 la intaas cunugeeda mana soo heray markaas waaba ka cararta been okay so ma aysan sheeginin booliisku kolley way interview garayaan interview guli lama soo dayanin interview baa laga qaadaa qofku uu sheegayaa sababta cunuga meesha looga tagay sababta cunuga ee meesha uga carartay waxaasoo dhan laakiin hooyada waa lasoo magacaabay magaceedu waa la jirtay 20 sano jir waay blablabla waa kaasa okay so waxyaabo badan badan ba iska jiri kara adduunkan mugti waxa hadda ka waday mas-uuliyad darrada waxaan ka waday markuu qofku yaraanta u yahay yuna waxaa jira waxaa laga hadda ka waa ogeeday maalin inay kalan oo I mean sanqalaad waxay ka dhacay gabar inay cunugii dishay because waxay tiri aabihii baa igu inkiray xaal dhii jiray qof qaata malahan adkaysan weysay cunugii lagu yiri aabba malaha aabihii inkiray adduunkii waa buuq ku noqday fahmsa so at the same time gabadhaa hadda ma la sheegi karo laakiin qiyaas ahaan waa dareemi kartaa gabar yaroo 20 jir ah cunug hal sano iyo bar intay soo qaado gas station imaata inay ka carareyso waad dareemi kartaa marxalado badan baa ku waxayn kara marxalado badan waxaa laga yaabaa in cunugan ay ku dhibaatootay aabihii maxaa la dhihi jiray uusan la jooginin ka tegay kulley dhibaato xaggaasay ka haystay cunugii wax la koriyo weysay wax kaloo socdoo kale waxaa jira hadda maxaa la dhihi jiray ilmihii dhallinyarada inay maqaadiraad isticmaalayaan cunugii dhib inuu ku noqdo meelahay aadi laheed meelahay ka bixilaed howlahay soo fulin laheed qofkii isagoo maskaxda si tamaam ahayn inuu meeshii kaga tago waxaa laga yaabaa in mental health jirto oo gabadhaas darteeda iyo dhibaato iyo rafaad ay maskaxiyan xanuunsatay soo ani waxaan taaganaa there will be a factors okay waxyaabo ayaa jiri doona ka mid noqon doona waxyaabaha aan tahay ku sababay gabadhaasi iyadoo hooyaa cunug caloosheeda laga soo gooyay in intay gas station dhex dhigta ka cararto weliba iyadoo laga daba qaylinayo orodo fiihi shay interviewgana waa inla soo share garayn doona waa raadin doonaa laakiin fiihi shay something wax baa ku jira okay wax baa ku qasbay hooyo ilaahu 15 year ha ahaato tamaam ah inaysa cunug ay dhashay intay meeshaas dhex dhigto carareyna idinkuba ogtay marka kolley booliskii gacantiisay ku jirtaa isla markii waa la jaaj gareeyey inay cunugii danger gelisay ilmo yaryaro ilmo yar oo baby ah naglagti garaysay oo dayacday meesha uga tagtay ayaa lagu jaaj gareeyey laakiin lama soo daynin riisanka ku qasbay inay meesha uga tagto okay soo marka insha allah ana inla soo wadaagi doona wixii warbixinoo dambe kasoo baxa waa fatush oo ina dhahaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu